خلصتش تنظيف؟ ما احنا بننضف اهو. الحمام مش نظيف. الو؟ اهلا 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 سعادتك. ازاي سعادتك؟ ايه اخبار سعادتك؟ ايه سعادتك؟ قناة ايه سعادتك؟ لا انا القناة دي سعادتك مش ممكن تصور معايا، دي قناة مغردة، ده انا الدش عندي بيعرف منها سعادتك. لا معالي الوزير ما يعرفش سعادتك الست دي عملت فيا ايه سعادتك. الست دي اي كلام سعادتك. هخاف من ايه سعادتك؟ انا السجن عندي سعادتك ماشي زي الساعة. تصدق سعادتك في سجينات بتتمنى تزود المدة عندي سعادتك. سعادتك الست دي ممكن تعمل مونتاج ألعيب سعادتك. طيب يعني سعادتك مش كان المفروض تنبهوني انا مأمور سجن؟ هتصرف سعادتك، هتصرف سعادتك، هتصرف. الو الو يا احمد. ايوه يا احمد. احمد احمد. ايوه ايوه اجمع لي ادارة السجن يلا في الحوش. حوش ايه؟ هيكون حوش ايه يعني؟ حوش القرافة؟ الحوش بتاع السجن. ليه؟ ايوه ايوه. ليه ايه؟ ليه ايه؟ عندنا دورة رمضانية في طوارئ. تمام. ده البلاوي دي. يلا العربية فاضل لها 10 دقايق وتوصل. طب يلا ربنا يستر، استر يا رب. جات لنا إشارة إن القناة بتاعت دار الحقيقة جاية تسجل معانا، بس في الحقيقة هي جاية تصطادلنا أي غلطة. صاحبة القناة مش قادرة تنسى العداوة اللي بيني وبينها، بس أنا مش هسيبها، أنا هخليها تبس من على السطوح. إحنا ما عندناش أي سلبيات ممكن تمسكها علينا يا فندم. ده حقيقي يا سيادة الرائد، بس هنقول إيه؟ لازم نحتاط. المغرض ممكن يقدم الحقيقة مغلوطة، وهي ممكن تحرف الصور، يعني الفوتوشوب ما بيسيبش حد في حاله الأيام دي، وممكن المذيعة دي تذيع النهاردة وباسم يوسف يتريق بكرة. ما أعتقدش يا فندم. معلش، عايزين نختار مسجونات تحت إشرافنا يشرفونا. ابعدوا لي خالص حنان شنطة ومديحة ما يضرش. أنا برشح المسجونة المثالية اعتدال عبد الصمد. وفي كمان سيادتك نواره غباشي وانصاف ابو سته. كويس كويس قوي قوي قوي. يلا شرفوني، شرفوا الداخليه. اجهزوا اجهزوا. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ابراهيم عبد المجيد من قناه دار الحقيقه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سماح مراسله البرنامج. اهلا يا سماح. كريم الكاميرامان. اهلا وسهلا. شكلك مش غريب عليا. بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا. معاك تصريح الداخليه؟ تصريح الداخليه. اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبي، يزيد فضلك. اتفضلوا 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 معايا. اتفضل يا موحه، اتفضلي. يلا انتشروا انتشروا. اتفضلوا. احنا السجن بتاعنا بيطلع كل سنة الأول على مستوى الجمهورية. ده بشهادة الإدارة العامة لوزارة الداخلية
والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان. عندنا هنا نظام انضباط عدالة. حضرة المأمورة ايه يا شهوار بتتلككي عشان تطلعي في الكاميرا ولا ايه؟ اخبار سعيدة جدا. اخبار سعيدة. ايه خير؟ عن اذنكم يا واحدة. معلش يا واحدة. معلش ايه عايزة تقولي ايه؟ الحقيقة ما لقيناش ولا تفيدة ولا سناء وحضر الصلعة وعطوا لقيناهم متخدرين. بتصوروا ولا ايه؟ متخدرين في الحمام. متخدرين الصول عواطف وصول حميدة. ازاي الكلام ده حصل؟ ازاي الكلام ده حصل؟ ده انا فضحت يا توب عبد الهاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كلم الحرس. كلم الحرس قول لهم يقفلوا البوابات. مش عايزه ناموسه تدخل ولا تخرج. انا هتصرف مع الناس دي بسرعه بسرعه. حاضر يا فندم. يا فندم اهلا وسهلا. اهلا. اتاخرت عليكم. في ايه؟ في ايه؟ لا ابدا ده المسجونات كانوا بيستحموا. الشاور جل خلص بعت اجيبه. نظام نظام. بقول لكم ايه، قبل اللقاءات نشرب حاجه في مكتبي، ايه رايكم؟ ماشي مفيش اي مشكله. عدس فريش. تحسوا بالسجن. يلا اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي موحة حبيبتي بحبك قوي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورتونا. اسطوره. قدمي. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. شاليمو. فين الشاليمو؟ ايوه افتكرتك نسيتيه، كنت هزعل. اتفضلي الشاليمو. اشرب كمان شاليمو. ايوه ايوه. ايه ده ما جبتيش للافندي؟ لا بسرعه للافندي اهم واحد. ايوه ملح. ملح. شطه. كمون. ليمون. عايزين ايه؟ كاتشب. مايونيز. كل حاجه عندنا. اتفضلوا. شايفين كلنا بناكل مع بعض في طبق واحد وهدوء. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث مرات. الله الله. نشرب بقى العدس الفريش. ايه رايك؟ جميل جميل تحفه. نشربه بقى ونروح نشوف دوري المسجونات للشطرنج. السجن هنا زي ما انتم شايفين مؤمن تمام. مفيش حالة هروب حصلت من يوم ما انا بقيت مأمورة هنا. السحلية ما بتقدرش تهرب. تمام تمام. ايه ده؟ واحنا بالصدفة اهو بنقابل اتنين من السجانات، ممكن نتعرف بيهم؟ طبعا طبعا طبعا. الزول تفيدة. السول تفيدة. والسول سناء. ما تردي ردي ردي. انا سول تفيدة. اصلها لسه متعينه بس من ربع ساعه. والتانيه بعدها بثلاث دقايق. السول سناء. السول سناء. طيب ممكن اتعرف بيكم؟ اهلا وسهلا حبيبتي. اهلا وسهلا نورتينا. حضرتك بتشتغلي هنا في السجن من امتى؟ من يوم ما اتمسكت. اصلها من يوم ما اتقفش. اصلها اتعدي يا بنتي في الكلام. اول مره تقف قدام كاميرا متلخبطه متلخبطه. افتكرت افتكرت. انا تعينت هنا من يوم ما تعينت في الشرطه. تمام. طيب بقى وبتجني صعوبه في التعامل مع المسجونات؟ لا طبعا دول كلهم صحابي وحبايبي. لا صحابك؟ هي تقصد انهم يعني احنا بنعملهم كويس زي ما يكونوا اخواتنا. تمام يعني. ادمي. صح صح صح. دي بقى لها هنا سبع سنين صول. فهتاخد سبع سنين تاني صول صول. دي حاجه عظيمه جدا انهم قد كده بيحترموا ادميه المسجونات. طبعا طبعا. طيب هل حد فيكم مره تعرض لموقف ان مسجونه حاولت تهرب منه او شيء من هذا القبيل؟ هو في حد يستجري بس يهرب؟ يهرب ايه؟ وبعدين تهرب ليه؟ ليه وهي مبسوطه هنا اخر انبساط؟ طبعا. والله ده شيء عظيم جدا. طيب بنشكر السول تفيده والسول سناء. سناء. انا سناء. هي تفيده. انت لسه هتصلح الاسامي. يوقف التصوير شويه قبل ما انسى عشان لازم دلوقتي حالا اديهم مكافاه. سهرانين سهرانين على المساجين وتعبانين. اتفضلي اتفضلي. تعالي كده. ده انتوا هتشوفوا ايام سوده ايام سوده.